أعزائي التلاميذ، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. درسنا اليوم يتعلق بمادة الرياضيات القسم الخامس ابتدائي. درسنا اليوم يتعلق بحساب محيط الدائرة ومساحة القرص. Le périmètre du cercle et la surface du disque. صفحة 88 89. إذا نحن الآن في صفحة 88. إذا تابعوا معي وانتبهوا. أتمنى ألاحظ الشكل التالي. علما أن قياس محيط المربع هو 80 سنتيمتر. واحسب قياس مساحة القرص بالديسيمتر المربع. إذا الشكل عندنا هو هذا. المحيط ديالو هو 80 سنتيمتر لأن عندو الشكل ديال المربع وبداخله قرص. المحيط ديال المربع هو 80. إذا بما أن المحيط ديال المربع 80 شكون هو المحيط ديال المربع؟ هو الضلع ديالو في 4. إذا إلا بغينا نلقاو الضلع ديالو العكس المحيط مقسوم على 4. إذا هنا محيط المربع 80. إذا بمعنى أن المحيط يساوي الضلع زائد الضلع زائد الضلع زائد الضلع أو الضلع عندهم في 4. إذا شكون هو الضلع؟ هو المحيط مقسوم على 4 فيعطينا 20 سنتيمتر. إذا هذا الضلع هذا في 20 سنتيمتر. من هنا حتى إذا شنو ماذا يساوي هذا الضلع؟ هذا الضلع يساوي القطر ديال الدائرة. بمعنى أن الضلع 20 سنتيمتر والقطر تساوي 20 سنتيمتر. وإذا كان القطر تساوي 20 سنتيمتر بمعنى أن الشعاع تساوي 10 سنتيمتر. تساوي 10 سنتيمتر. يعني إذا الضلع 20 يساوي القطر 20، الشعاع يساوي 10. إذا هذا المسار أقوم بشرحه. انتظر. إذا نتابع الشرح. إذا قلنا إذا الضلع تساوي 20، الضلع ديال المربع تساوي 20، بمعنى تساوي القطر، تساوي حتى هو 20 سنتيمتر. إذا ما هو الشعاع؟ هو 20 مقسوم على 2 تساوي 10 سنتيمتر. إذا الآن توصلنا إلى أن الدائرة الشعاع ديالها هو 10. إذا ما هي مساحة القرص؟ الشعاع مضروب الشعاع مضروب في بي، بمعنى 10 مضروبة في 10 مضروبة في 3 فاصلة 14 تساوي 100 مضروبة في 3 فاصلة 14. لضرب العدد في 10 نضيف صفرين ونحول الفاصلة برقمين. إذا غتعطينا 314 سنتيمتر مربع. السؤال ما هي مساحة القرص بالديسيمتر؟ إذا 900 ديال الديسيمتر المربع 314 سنتيمتر مربع تساوي 3.14 ديسيمتر. إذا القرص المساحة ديالو 3.14 ديسيمتر مربع. هانتوما تلاحظوا هاد الجدول، ها السنتيمتر المربع فيه جوج الخانات، ها الديسيمتر فيه جوج الخانات. إذا غادي نكتبوا 314 سنتيمتر مربع مكتوب برقم الوحدات في الخانة ديال السنتيمتر، واحد ثم ثلاثة نحول إلى الديسيمتر المربع وغادي يعطيني 3.14 سنتيمتر مربع. إذا هكذا نكون قد أجبنا عن السؤال الأول. ثانيا احسب قياس مساحة الجزء المنوم بحيث بي تساوي 3.14، حيث يعتبر كل ركن ربع قرص، كل ركن تحسب ربع ديالو، هذا ربع وهذا ربع وهذا ربع وهذا ربع، بمعنى يجمع لهم غادي يعطيونا دائرة، غادي يعطيونا دائرة. إذا قياس ديال المربع هو 10 مضروبة في 3، 10 10 10 هو 3. مساحة المربع هي الضلع مضروب في الضلع بمعنى 30 مضروبة في 30 هي هذه 900 سنتيمتر مربع. إذا غادي نحسبوا المساحة ديال 4 دائرة. إذا إلا جمعنا الربع مع الربع مع الربع مع الربع غادي يعطينا دائرة. إذا غادي نقلبوا على 4 دائرة يساوي دائرة كاملة. إذا الشعاع ديالها هو 10. إذا هنا غادي نقلب المساحة ديال هذه الدائرة اللي هي 10 مضروبة في 10 مضروبة في 3.14. إذا تابعوا معي في المرحلة التالية. إذا قلنا 4 ديال الدائرة غادي يعطيونا دائرة. إذا مساحة الدائرة السنتيمتر المربع هي 10 مضروبة في 10 مضروبة في 3.14
بمعنى 10 مضروبة في 10 هي 100 مضروبة في 3.14 غتعطينا 314 سنتيمتر مربع. إذا الدائرة اللي كونها ب 4 ديال الأربعة لقينا في المساحة ديالها 314 سنتيمتر مربع. مساحة الدائرة الصغيرة، هذه المساحة ديال الدائرة الصغيرة الشعاع ديالها 5، إذا 5 مضروبة في 5 25 مضروبة في 3.14 غتعطيني 78 سنتيمتر مربع. إذا عرفنا المساحة ديال الدائرة الصغيرة، عرفنا المساحة ديال 4×4 ديال الدائرة، الآن سنقوم بجمعهما. إذا 314 هي المساحة ديال الدائرة زائد 78.25 هي الدائرة الصغيرة، عطتنا في المجموع ديالها 392.25 سنتيمتر مربع. إذا المساحة ديال الدائرة والمساحة ديال 4×4 الدائرة لقينا فيهم 392.25 سنتيمتر مربع. الآن شكون هو السؤال ديالنا؟ وخاصنا نقلبوا على المساحة من ولا كنغزلق، إذا غادي ناخذ المساحة ديال المربع وغادي نقسم من هذه المساحة الصغيرة ديال الدائرة الصغيرة والمساحة ديال 4×4، بمعنى 900 ناقص المجموع ديال هذ الدائرتين اللي هو 392.25. إذا هنا شحال لقينا في المساحة؟ نشوفوا العملية، 900 ناقص 392.25، إذا هنا 0.0 10 تعطينا 5، 10 ناقص 3 تعطينا 7، 10 ناقص 3 تعطينا 7، 10 ناقص 10 تعطينا 0، 9 ناقص 4 تعطينا 6، إذا تعطينا هنا 607.75 سنتيمتر مربع. 900 ناقص 392.25 غتعطينا 607.75، غادي نفيريفيو ونشوف هو الصحيح. إذا 607.25 واش غادي نلقاو 900؟ 10 75 هنا، 10 10 10 9، إذا هنا 500 وكم؟ إذا هنا واحد الاعتبار غتعطينا هنا 500، إذا زائد 3 زائد 8 4 1 9، إذا صحيح. إذا 900 ناقص 392.25 غتعطينا 507.75 سنتيمتر، وهكذا نكون قد انهينا حل المسألة الثانية. أتابع 80.7، احسب قياس محيط وقياس مساحة الشكل الملون بحيث بي اش الارتفاع 23 و اسي اللي هو القطر ديال نصف الدائرة 68 سنتيم. إذا الشعاع ديال نصف الدائرة عندنا 68، بمعنى 68 مقسومة على جوج غتعطيني 34، إذا الشعاع تساوي 34، واحد 34. مساحة نصف الدائرة عندنا 34 مضروبة في 34 مضروبة في 3.14، غادي نلقى المساحة ديال الدائرة وغنقسمها على جوج وغنلقى نصف الدائرة، بمعنى 1156 34 مضروبة في 34 1156 مضروبة في 3.14 3627 مقسومة على جوج غتعطيني 1814.92 سنتيمتر مربع. إذا هذه الدائرة بالنسبة ديال الدائرة هذه المساحة ديالها 1814.92. دابا غنقلبو على المثلث ABC، مساحة المثلث ABC عندنا هنا القاعدة وعندنا الارتفاع، إذا القاعدة مضروبة في الارتفاع مقسومة على جوج، 68 مضروبة في 23 مقسومة على جوج هي المساحة ديال المثلث، ستعطيني 782 سنتيمتر مربع مقسومة على جوج غتعطيني 391 سنتيمتر مربع. إذا هذا المثلث ABC ها المساحة ديالو، هذه نصف الدائرة ها المساحة ديالها. إذا ما هي مساحة الشكل؟ سنقوم بمجموع المساحات. إذا مساحة الشكل هي 1814.92 زائد 391 سنتيمتر غتعطيني 2205.92 سنتيمتر مربع. إذا هذا الشكل كله ها المساحة ديالها، فهو يتكون من مساحتين، مساحة نصف الدائرة ومساحة المثلث. نتابعو تمرين رقم 8، je calcule la mesure de l'aire colorée de la pièce suivante sachant que les points sont des 4 des 4 de 5. Je calcule la mesure du point. إذا تنشوفو هنا هاد الشكل هذا على شكل مربع ويتكون من أربعة أربع دائرة، هذا ربع دائرة وهذا ربع دائرة وهذا ربع دائرة وهذا ربع دائرة.
14 غادي نلقاو 7. شكون هي 7؟ هي هذا الشعاع زائد هذا الشعاع اللي غادي يعطي القطر اللي هو 7 سنتيمتر. إذا هي كان 7 سنتيمتر هو القطر، فالشعاع غادي يساوي 3.5 سنتيمتر. إذا من هنا غادي نضرب الشعاع الدائرة 21 ناقص 14 ها 21 ناقص 14 مقسومة على 2 غتعطيني 3.5. تعطيني 3.5 حيت من 14 غادي نلقى الشعاع مع الشعاع ونعاود نقسمو على 2 نلقى الشعاع. إذا المساحة الدائرة هي الشعاع مضروب الشعاع مضروب 3.14 غتعطيني 3.5 مضروب 3.5 مضروب 3.14 عطاتني 130.465 سنتيمتر. مساحة الدائرة هاد الأربعة أربعة أربعة ديال الدائرة جمعناهم وعطاوني دائرة بمساحة ديالها هي هي. إذا مساحة المربع 21 دائرة مضروب 21 عندي 441 سنتيمتر مربع. إذا المربع كله 21 مضروب 21 هي 441. هذه المساحة ديال المربع غادي نقسم لها 4 على 4 اللي عطاوني دائرة هي هذه ناقص 103.465 وغادي نلقى 402.535 402.535 هي المساحة هي بمعنى مساحة المربع 441 ناقص مساحة 4 على 4 اللي عطاوني دائرة وغادي نلقى الجزء المغلوب. إذا هكذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم، وهذه هي الطريقة التي نتبعها لحل المسائل، ويجب علينا أن نتأكد من معرفة المساحة ديال الدائرة ديال القرص والمحيط ديال الدائرة حتى لا نقوم بأعمال خاطئة. فالشعاع فمحيط الدائرة يساوي الشعاع زائد الشعاع مضروب بي، والمساحة تساوي الشعاع مضروب الشعاع مضروب بي. الفرق هو الضرب والزايد. ثم المربع الضلع مضروب الضلع يساوي المساحة. إذا هكذا أكون قد أنهيت درس حصة اليوم، أتمنى لكم التوفيق. إلى درس جديد إن شاء الله، لا تنسوا الاشتراك في القناة، لا تنسوا تفعيل الجرس. أشكركم على المتابعة وإلى درس جديد إن شاء الله.